خرجوا هاي الشباب، خرجت مظاهرة سلمية، لازمين الورود، يطالبون بحقهم انهم بالتعيينات، طالبين على مد عيشتهم زين. فقامت الحماية القنصلية الإيرانية ومكافحة الشغب بالرمي بالرصاص الحي على المتظاهرين. موجودة شهداء هسه بالطباب العدلية، موجودة الشباب اللي طلعت نصها جياع نصها ما عندها شغل، قاعدة عالطالب الله كفيل وكيل، ما عند درهم واحد يصرف لهله ولا إله، نفسه ما يصرف زين. ليش طلعت هسه الدولة؟ ده هذول يضربون هيك عن فراغ، مستحيل يضرب عن فراغ اذا ماكو امر من الدولة انه يضرب هالناس المواطنين، فما يضرب هذا، واذا هو يضرب يعني مدفوع، فغيرك ودولة حاسبة امر، غيرك ودولة حاسبة. احنا نطالب الامم المتحدة، اذا اكو امم متحده صحيح فعلا اكو متحده، امم متحده ودار الشعب العراق، العراق بالذات لان مظلوم العراق، فنريد من الامم تحقيق دولي بهاي القضيه المجزره اللي صارت البارحه. انا اقول احنا العراق لحد الان دفع قرابه 300 شهيد، هل 300 شهيد ذولا هاي فد رساله للمتسلطين؟ ايش قد الشعب متقزز و12 الف جريح، هاي شباب مثل الورد، هاي وين راح دمها يمن؟ انا هذا تساؤلي، اقول دمهم وين راح يصير؟ مو خلي يعتبرون اللي قبلهم، خلي يعتبرون اللي صار، الامور تتحول وبعدين كل من يتحاسب، يعني حقيقه الجميع يتحاسب. انا خال الشهيد احمد كريم البطل، شاب يسوى الحكومه كلها.